اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد. فقرتنا التقنيه اليوم راح نتناقش عن تطبيق فيلت، نوعيه جديده من التطبيقات، تطبيق سعودي ابتكر شباب سعوديين مبدعين. معي هنا اللي هو واحد من مؤسسين التطبيق، محمد القاضي. اهلا وسهلا محمد. هلا والله، حياك الله محمد. راح نتكلم فيه مع جزئين، الجزء الاول عن التطبيق، الجزء الثاني عن حياته وعن دراسته، يعني قصته جميله وملهمه. حياك الله محمد من جديد. الله يحييك. اهلا، عطنا فكره تطبيق فيلت. فكره التطبيق هو يعني هدفنا الاساسي هو ربط الناس عبر المشاعر، لانه زي ما انت عارف الناس كلهم عندهم افكار خاصه من الناحيه الدينيه ولا الافكار السياسيه، بس المشاعر كل احد يهتم بالمشاعر، كل احد يفهم المشاعر، كل انسان يفهم المشاعر، فنبغى ناخذ هذه كقاعده اساسيه نخلي الناس يتواصلون عبرها. حلو. كيف بديتوا فيه؟ البدايه كيف طلعت الفكره يعني؟ إيه؟ كنت في حصه من الحصص في الجامعه. حلو. واحد الاساتذه الملهمين اللي استاذ مصطفى احمد والمرشد لنا الان فيلت قال لنا بعد ما تخلصون الاختبار القصير اكتبوا ورا الورقه اي فكره تطبيق يطري في بالكم. فجت فكره بسيطه كانت غير تغيرت، طبعا تطورت الفكره للحاليه، الفكره الحاليه. فكتبت هذه الفكره وبعدها كان في وقت طويل يعني تركت الفكره، كنت ناسيها، بس كانت يعني شيء بسيط. بعدين جاء ايفنت اسمه ستارت اب ويكند كان في الرياض، وقبل الايفنت بيوم عرفت انه جتني تيكت للايفنت، فسويت فاينلايزنج للفكره بمخي ورحت لقيتها هناك. فهنا كانت كبدايه كفكره، بس مو بدايه المشروع من انطلاقه يعني كمشروع. حلو. وش كانت الفكره القديمه وكيف طورتوها الحين؟ الفكره القديمه كانت تطبيق اول ما تدخله تختار شعورك الحالي، وبعدين تختار تبغى تتخلص من هذا الشعور ولا تشجعه. على سبيل المثال تبغى تتخلص من الحزن راح تطلع لك فيديوهات وصور وروابط كلها راح تساعدك تتخلص من الحزن. فبنينا هذا التطبيق كامل. بعد ما بنيناه بنينا كمان فيتشر معينه اللي هي تقدر تشارك مشاعرك. فبعد ما بنيناه كامل شفنا انه الاتجاه اللي احنا اتخذناه هنا ما يعطي قيمه اساسيه للمستخدمين، لانه كلهم هم لازم يرفعون روابط والثانيين لازم يشوفونها، فصار في لخبطه شوي من ناحيه القيمه اللي ياخذها المستخدم. لكن شفنا انه في هذه الفيتشر الصغيره اللي هو بس عبر عن مشاعرك شفنا في تفاعل اكثر، فقررنا نسوي شيء اسمه زوم ان بيفت، نغير اتجاهنا ونتجه حول هذه الفيتشر الصغيره ونبني المنتج كله حولها. والحمد لله صراحه جت يعني كانت اتجاه اتخذناه صراحه وقرار كان جدا سليم، والمفاعليه التفاعل حاليا يعني جدا كبير الحمد لله ما كنا نتوقع. ما شاء الله ما شاء الله. انت قلت انك كنت في الجامعه قبل، في جامعه الملك فهد للبترول والمعادن وطلعت منها. ايه. وينك الحين؟ انا حاليا طبعا طلعت منها الاسباب يعني مو بس كذا انه وش السبب؟ طبعا انا يعني اهم شيء عندي اني اتعلم صدق، يعني اني اتعلم شيء يفيدني في حياتي، وكنت اتعلم طبعا بالجامعه، لكن لما اتخذت مسار رياده الاعمال صرت اتعلم بشكل اكبر بكثير، يعني ما كنت اتوقع ابدا. والمشاريع الخارجيه كلها صارت يعني تعلمت منها بشكل جدا ملهم وبشكل جدا كبير. فقعدت اشوف انه صعب اول شيء انك توازن بينهم الاثنين، يصير كلها هاف كوكت، هذا يعني نص نص تعطيه وهذا نص نص تعطيه، وانا ابغى اخذ ابغى كل الفوكس حقي يكون على الشيء اللي صدق يفيدني. فشفت ليش انا قاعد اخذ الدراسه اصلا، ليش انا قاعد ادرس، يعني الاسباب اللي قاعد تخليني ادرس صارت انه اكثرها خوفا من ايش المجتمع راح يقول، ايش اهلي راح يقولون لما اقول لهم بطلع بس والله من الجامعه. لكن الحمد لله هذه المخاوف راحت وصار صدق همي نفسي، والحمد لله همي اني اعلم نفسي، والحمد لله طلعت من الجامعه وايضا الان يعني متفرغ لفيلت، وايضا شركه العلم أنا موظف فيها لمنسق المبادرات الداخلية للناس اللي عندهم أفكار جوا الشركة، ناخذ الفكرة ونحولها من فكرة لمنتج. أنا في البروسيس هذا أخذ الشخص أحاول نطور فكرته، نشوف اتجاهات كيف فكرته تصير منتج جميل جوا الشركة. والحمد لله يعني هذه الشيئين اللي قاعد أسويهم قاعدين يطوروني أكثر وأكثر بشكل ما كنت أتوقع. رائع. طيب أنت قلت لي إنه أنت ما كنت تبغى تشتت ما بين الجامعة وما بين ريادة الأعمال، طيب ما تحس انه الان انت قاعد تشتت ما بين علم وما بين فيلت؟ لا، لانه علم وفيلت طبعا اكيد في تشتت قليل، بس اقل بكثير من اول من دراسه، لانه كلهم هنا نفس المجال، حتى الاشياء اللي قاعد اتعلمها بعلم قاعد اخلي الناس يسوون منتجاتهم وافكارهم يحولونها لمنتجات، قاعد استخدم نفس الاستراتيجيز اللي قاعد اعلمهم للاشخاص هذولي
في فيلت، فاشياء لازم اقرا عنها هنا ولازم عشان اطبقها اتعلم منها صدق واطبقها في فيلت، فكلها بالنهايه شيء واحد وهي رياده الاعمال انتربرنورشيب. فالحمد لله يعني كلها اتوقع بالعكس، يعني كل واحده قاعده تدفع الثانيه للامام. حلو. تيم الفريق، الفريق عندكم التيم مين هم؟ هل هم يدرسون ولا تاركين دراسه زيك؟ وش وضعهم بالضبط؟ حاليا الفريق وانا البراء الحكمي اللي هو المطور الرئيسي لل المطور الهائل والمبدع، لازم يسمعني براء. في عمر العيسى مصممنا ايضا مبدع وخرافي جدا. ايضا في عمر العيسى ثاني، عندنا اثنين عمر العيسى. حلو. عمر العيسى الثاني كمان مطور للاندرويد جديد معنا. فاحنا هذول الاربعه حاليا. حلو. هل هم يدرسون؟ هل هم متخرجين؟ كيف؟ اثنين متخرجين، عمر العيسى حق الاندرويد وبراء الحكمي. كلهم متخرجين سوفتوير انجينيرنج من كافي بي ام ايضا. عمر العيسى الديزاينر حقنا تو في الجامعه لسه. حلو. انا شفتكم قبل فتره بعرب نت. اي نعم. وش كان نشاطكم هناك؟ كنا مشتركين بالشركات الناشئه، مسابقه الشركات الناشئه، وفزنا الحمد لله بالمركز الاول. ما شاء الله. فذاك صراحه الملتقى جدا استفادنا كثير، خلانا نكتشف او نكون علاقات جدا مهمه وفادتنا كثير حاليا الحمد لله. فاعطونا بوث صغير كنا عشان نقدم التطبيق فيه، فكانت فكره البوث هناك جدا جميله. الشيء اللي سويناه انه اي واحد يجينا البوث اول شيء يكتب شعوره على الجدار، كنا معلقين لوح. بعدين يكتب رساله، اول شيء ياخذ رساله على حسب شعوره، اذا كان شعور مبسوط في جار كذا فيه رسائل للاشخاص المبسوطين، في جار في رسائل للاشخاص الحزينين وكل المشاعر الثانيه. فاذا كان مبسوط ياخذ رساله مكتوبه له من شخص قبله، ياخذها له ويكتب رساله للشخص اللي بعده المبسوط مثله. فكان في تفاعل كبير، يعني حتى السي او حق زين وناس يعني مره كبار انبسطوا على هذه الفعاليه، يعني يكتبون رساله ياخذون رساله مكتوبه لهم من شخص قبلهم، حتى ناس صوروها وحطوها في تويتر، ويكتبون ايضا رساله للاشخاص اللي بعدهم وياخذونها لهم يعني خلاص. حلو. كيف كونتوا انتم كتيم براس المال؟ كيف دفعتوا على التطبيق؟ وش الطريقه اللي سويتوها؟ حاليا احنا سيلف فندد، يعني كلنا بس احنا الشباب اللي مطوعين كلكم؟ نعم، يعني كلها الفلوس مننا. حاليا احنا قاعدين نتجه في اتجاه الاستثمار، قاعدين نناقش فرص استثماريه للخطوات الجايه ان شاء الله في المستقبل. لكن من الى الان يعني لسه الحمد لله كله مننا يعني. حلو. والحمد لله ما اخذ اصلا كوست عاليه. بالعكس كوست قليله مره. جدا جميل. يعني ما كان في يعني اقتراض او اخذوا قرض او حاجه زي كذا؟ لا لا لا، هو اهم شيء التعب والعرق والدم والبكاء وهذه الاشياء. الله يعينكم. حلو. من اللي ابتكر؟ انت ابتكرت التطبيق تقريبا تعتبر؟ لا، كل الفريق كفريق بشكل كامل. إيه حلو. نعم، براء وعمر وكلنا يعني فريق واحد. كيف جبت المصمم؟ كيف جبت المطور؟ براء والشباب الباقيين كيف جبتهم؟ طبعا في البدايه بعد ستارت اب ويكند كنا فريق كبير، كنا حول 10 شباب وشابات سعوديين. لكن عشان كان كبير وما كان عندي خبره كثيره في الاداره، صار في تشتت، صار في ما كان في انتاجيه. ففتره من الفترات بعد 4 أشهر تقريبا قررت نسوي اعاده بناء للفريق. فمن اول الاشخاص اللي طرف بالي براء، لانه اعرف من قبل واعرف انه شغيل ويعني شغله مره حلو ما شاء الله. فرحت البراء، وطبعا براء شخص حماسي، يعني لما تشوف شخص متحمس يتحمس معه بسرعه بهذه الاشياء، وشخص جدا يعني سيلف موتيفيتد. كلمته في الفكره وعلى طول عجبته وقال نبي يدخل فيها. فرحت عمر العيسى، ما كنت اعرف المصمم، شفت تصاميمه، كان يسوي لوحات في نادي من نوادي الجامعه، كان هو اللي صممهم اللوحات، عجبتني التصاميم جدا. وواحد من اصدقائي اللي هو علي الغامدي مدير النادي هذا قال لي ابغى اعرفك عليه. فتعرفت على عمر وتحمسنا كمان انا وياه ودخلنا. سبحان الله لما تكون التيم الصح، لما تجيب الاشخاص اللي صدق شغوفين، الانتاجيه تكبر بشكل عالي، ويصير ما يحتاج انك تروح لواحد بكل ادق التفاصيل، هو يسوي لك اشياء اكثر حتى من ما تتوقعها يعني. وبالعكس هم اللي يدفعونك انك تسوي اكثر واكثر. فالحمد لله يعني توفقت جدا مع البراء وعمر. حلو. انا زي ما اعرف ان يا محمد انت عمرك 21 سنه. نعم. هل تتمنى انه فيلت يصير زي التطبيقات المعروفه عندنا، تويتر، انستغرام، فيسبوك؟ هل محمد القاضي يبغى يصير زي مارك صاحب فيسبوك؟ وش الافكار اللي عندك؟
اول شيء النقطه الاولى طبعا ابغى في اللي تكون عنده الامباكت الكبير اللي وصل له تويتر وفيسبوك وانستغرام، ابغى نص صدق نوصل العالم عبر المشاعر لانها جدا شيء نقي وانساني. محمد يصير زي مارك، يعني مو ودي اسوي الامباكت اللي سواه مارك زكربرج از بيج، يعني بكبر هذا الامباكت اللي سواه، التغيير اللي سواه في المجتمع. اي نعم طبعا اطمح اني اسوي تغيير مثل هذا واكبر ان شاء الله في المستقبل. ما شاء الله تبارك الله. الخطط الجايه للفريق وللتطبيق؟ والله عندنا خطط جدا كبيره ما اقدر اتكلم عنها كلها، بس عندنا اول شيء طبعا لقينا الحمد لله القيمه اللي نطلعها للمستخدم، عرفنا ايش القيمه اللي صدق المستخدم يحبها بعد ما غيرنا مسارنا. الحين قاعدين نشتغل على الشيء الثاني اللي هو النمو، كيف بنخلي المستخدمين يعني يعرفون عنا الجداد والثاني، فهذه النقطة قاعدين نكون حولها فيتشرز، أشياء جديدة، تجديدات للتطبيق، وقاعدين نحاول عشان نخلي هذا المحرك محرك النمو يصير أسرع. وأيضا قاعدين نشوف طرق وأفكار جدا جميلة ما أقدر أتكلم عنها، لكن في المستقبل إن شاء الله. حلو، خلينا ننتقل شوي من فيلت، نبعد شوي من فيلت وننتقل رياده الاعمال اللي هو مجالك اللي اتوقع انك تحبه. تمام. انت طالب كنت على كراسي الجامعه رحت لرياده الاعمال، كيف تشوف الموضوع هذا؟ هل تشوف انه مثلا عندنا طلاب سعوديين تنصحهم انهم يتركون كراسي الجامعه ويروحون رياده الاعمال؟ لا طبعا، يعني الواحد يعتمد على الشخص نفسه، يعني هو الشخص نفسه بيعرف هل في هذه الفتره هل انا جاهز اني اطلع ولا لا احتاج الدراسه، لكن انا ابغى الاشخاص الطلاب السعوديين انهم يتعلمون جد من اللي قاعدين يدرسونه، ويحاولون بقدر الامكان انه يكون عندهم اللي يسمونه الجروث مايند سيت، النمو، يكون عندهم في التفكير كيف راح اقدر اطبق هذه الاشياء عشان ما تصير بس ثيوريز في النهايه، لازم يطبقها في مشاريع خارجيه. والحمد لله اصلا جامعه البترول في البروجكت حقاتها تخلي الواحد صدق يتدرب على الثيوريز اللي قاعد يتعلمها، فبالنهاية ترجع للشخص يعني. حلو. هل توقع أنه حنا في المملكة العربية السعودية نكون زي الدول الثانية يخف الإقبال على الجامعات ويزود على البزنس وعلى التعمال وهذه الأشياء؟ ما أعرف إذا في الدول الثانية كذا قاعد يصير، بس طبيعي أتوقع السيستم حق الدراسة لازم يتغير يعني في المستقبل، وأتوقع أنه باتجاه هذا التغيير بيصير الأعمال أكثر من أنه بس ثيوريز، بتصير الأشياء اللي تدرسها تطبقها بشكل أكبر وبشكل جدي أكثر. بس ما أعرف إذا راح تتكون، الحين الحمد لله المجتمع التقني قاعد يكبر بشكل كبير في السعودية، والناس اللي تعرفت عليهم في هذا المجتمع صراحة جدا مرة حبيتهم وصراحة جدا مبدعين، بس ما أعرف إذا هذا له دخل في أن ترك الجامعة ولا لا، لكن ريادة الأعمال راح تتطور طبعا سريع. حلو. مجتمعك، أصدقائك، أهلك، كيف جازت ان انت تترك الجامعه ونظرتهم لك كيف تغيرت؟ وحاجه ثانيه بنفس الوقت، يعني انت كنت مستقبلك شبه مضمون انه في جامعه كبيره ومن اقوى الجامعات في المملكه العربيه السعوديه، تركتها عشان حلم ممكن ينجح ممكن لا، كيف؟ طبعا يعني اخر شيء افكر فيه هو الفشل بالعكس، يعني دائما نقول افشل للامام، وفشل ورا فشل ان شاء الله كمان بيزود نسبتك نجاح في المستقبل. اهم شيء عندي زي ما قلت لك التعليم، اني اتعلم في الشيء اللي أسويه وبشكل جدي. طبعا أهلي والناس اللي حولي إيش كان تفكيرهم اتجاه هذا الشيء طبعا كانت صاعقة بالنسبة لأهلي، لكن الحمد لله مرت، يعني ما ودي أدخل فيها بالتفاصيل لكن الحمد لله مرت. على كيف يشوفوك الحين؟ لا الحمد لله الحين صار في تقبل، طبعا ما يشوفون انه اتخذت الاتجاه الصحيح، لكن صار في تقبل انه خلاص هذا رايك وهذا راينا ولتس اجري تو ديس اجري. رائع. كلمة أخيرة محمد. بس أحب أنصح أي شخص ريادي أنه يبدأ على طول في مشروعه ويبدأ يسوي إكسبيرمنت، يعني يسوي ياخذ فكرته للمستوى الثاني من حيث يجربها حول الناس اللي حوله، ياخذها يشوف يغير اتجاهها ولا لا، يعني ياخذها يطورها بدل ما يكتب بلان عليها طويلة. ففي مقولة شهيرة أنه الفائزين قاعدين يأخذون خطوات غير يعني ناجح أو غير imperfect، يعني غير متوقعة أو غير، بينما الخاسرين قاعدين يتعبون نفسهم بأنهم يخططون للperfect plan، للبلان
فانا اقول تاخذ خطوه كاملة. بدون ما تاخذ خطوه بدون ما تخطط لها تخطيط كامل يعني. جميل. خليك عفوي وان شاء الله الاشياء تنجح معك. الله يوفقك محمد. الله يعطيك الف عافيه. شكرا لك. تطبيق رائع تقدرون تحملونه من الاب ستور نفس الفكره من الاندرويد. فيلت بدون فراغ بدون سبيس ولا فراغ ولا اي حاجه. زي ما شفتوا التطبيق واضح انه رائع. انا نفسي قبل شوي حملته جدا جميل التطبيق. بحط لكم رابط في تويتر بنفس الوقت تقدر تحملونه عن طريقه موجود على الويب ولا موجود؟ لا ويب لا اندرويد. اتمنى انه يكون موجود على الويب ان شاء الله. يعطيكم العافيه. فاصل قصير ونرجع لكم بعد الدراجات الناريه.